السكر حكاية سفر سلعة. السكر قبل وصوله لك يبدأ بالعادة من الدول الأكثر إنتاجاً له، وهنا أكبر الدول المصدرة للسكر في العالم هي البرازيل بحجم نحو 37 مليون طن، الهند بحجم 32 مليون و500 ألف طن، الاتحاد الأوروبي بحجم نحو 21 مليون و200 ألف طن. وهنا لتصدير السكر من البرازيل للخارج يجب أن يتم الاتفاق على تحديد السعر المستهدف والمبلغ الشهري للطن المتري، تحديد نوع ومصدر السكر، وقت العقد وموقع الميناء، مدة العقد من 12 إلى 60 شهراً، المغادرة من ميناء سانتوس أو ميناء برازيلي آخر، التعبئة والتغليف بأكياس بسعة 50 كيلوغراماً، الحد الأدنى هو 12500 طن مترياً للعقد. أما الدول العربية الأكثر استيراداً للسكر فهي الجزائر، تأتي في المرتبة الأولى عربياً باستيرادها نحو 2,100,000 طن، تليها السودان بمليون وسبعمائة ألف طن، وفي المرتبة الثالثة تأتي السعودية بمليون وستمائة ألف طن. يتم توزيع السكر على التجار الرئيسيين ثم تجار التجزئة لبدء طرحه للمواطنين بأشكاله المختلفة: السكر البني، سكر القصب، سكر الفاكهة، سكر البنجر.